يَتَّبِعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَعَ الْأَسَفِ مَنْ يَظُنُّونَ ظُنُونًا كَاذِبَةً فيشيعها بين الناس من غير مبالاة بها، وربما كانت تسيء إلى أحد من المسلمين وتشوه سمعته وليس لها حقيقة، فيبوء بإثم الكذب وإثم العدوان على أخيه المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. ومن الناس من ينقلون الكلام عن غيرهم بمجرد الإشاعات، ولو بحثت عن هذا النقل لوجدته كذبا لا أصل له، أو محرفا أو مزيدا أو منقوصا. فعلى المؤمن أن يتثبت في الأخبار وأن يتحرى في نقلها حتى لا ينقل إثما ولا كذبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع.